فيما كانت الحلقة تدور ثمت أشخاص بالقرب منا كانوا أيضاً يضحكون على فترة ساعة ونص ضحك من دون توقف. واحبسوا عم ضحككم على الارض ورخوا كل ما حسيتوا حالكم عندكم ستريس في شيء زعجكم معصبين بتعملوا الهو هو هو والهي هي هي والها ها ها والهي هي هي بهالطريقه وهيك تطلع الضحكه ايزلي دلكم مع ضحكه طول حياتكم. ليليان عقيقي اختصاصيه في العلاج الفيزيائي فيزيوثيرابي كونسلتنت ومن مؤسسي العلاج بالضحك بلبنان. مساء الخير ليليان. ليليان، بتم اللجوء إلى الضحك كعنصر علاجي أو كعنصر مساعد لتحسين نوعية الحياة quality of life. العلاج بالضحك عدة أنواع، العلاج بالدعابة، الاستعانة بمهرج، التأمل، وحتى يوغا الضحك اللي شفناه هلأ ضمن أي خانة بيندرج؟ هو اللي شفناه هيدي سيشن لافتر يوغا، يعني يوغا الضحك اللي هي بيتخللها تمارين نفس وستريتشنج، هاي ضمن يوغا الضحك. شو فوائدها هيدا الشيء؟ يقعدوا الناس صار لهم ساعة ونص عم بيضحكوا، عم بيحاولوا يضحكوا وضحكوا. هن بالأول بيبتدوا يختلقوا ضحكة، أوكي؟ منبلش بنعمل تمارين نفس تا نساعد نحفز الضحكة الموجودة جواتنا تطلع. يعني مش فكاهة، يعني ما منخبر نكت ولا منعمل حركات لحتى نضحك، من خلال النفس منحفز الضحك الموجود جواتنا تتصير تطلع الضحكة طبيعية تلقائية. يعني عم تفتقلي ضحكة من ضحكة اصطناعية لتصير ضحكة من القلب، لو أقدر واحد يقدر يوصل لفوائد اللافتر يوغا. شو هن الفوائد انه واحد يضحك أساساً بيوغا الضحك؟ الفوائد اللي هي عديدة، وبتحسن النفس، بتسرع نبضات القلب، بترخي العضلات، يعني بتعطي جو من الاسترخاء العام، لأنه في هرمون الأندورفين بيصير بيفرزها دماغ مثل كل نشاط رياضي. يعني بيصير هيدا بتساعد بترخي العضلات، بتخلي الإنسان يشعر بالسعادة. وفي عدة فوائد فيزيولوجية وفي فوائد أكيد نفسية. يتخلص واحد من تشنجات العصبية، الاسترس، ضغوطات الحياة، كل هيدا الأمور. بس يعني هيدا اليوم مش تنظير، يعني اليوم هم اللبناني والعربي مع كل المشاكل الأمنية والتفجيرات والاقتصادية والاجتماعية، كيف اليوم واحد بده يضحك؟ يمكن الناس اليوم تقول ليكو عم يضحكوا وليكو البلد وين ونحن لازم نبكي. على الصعيد الشخصي قليلي، اليوم أنت مرأة بمشكلة، كيف فيك تقلب مودك من شخص مكتئب من وراء مشكلة ويضحك فرد مرة ويواجه مشكلته بضحكة؟ أنا بطريقة يعني بعطي مثل بسيط، هذه صارت معي أنا بعجقة السير، كان كتير عجقة السير وواقفة ناطرة تقريباً السير واقف، قمت نزلت المراية بالسيارة وطلعت بحالي هيك، صرت أعمل عملت حركات على المراية، ضحكت على هلا في الناس اللي حوالي شافوني كيف انا عم بعمل، ضحكوا انه فكروني انه انا مخشوشه او شيء من شيء، صاروا يضحكوا. فكل واحد في يبتدي ببسمه وبعدين يطلع تدريجيا بسمه، بعدين شوي يبلش يفتعل ضحكه، بعدين تطلع الضحكه ما بقعد فيه يوقفها. تخيلي ليليان شغله عم تضحك شو تخيلتي؟
شو تخيلتي؟ خليني ارجع على سؤالي، خليني ارجع على سؤالي. ليليان كيف تتخيلي انه اذا اليوم مدينه وحده، تخيلي بيروت كلها عم تضحك، اليوم انتقلت العدوى، مدينه كلها بلحظه كلها عم تضحك، شو بتكون فوائد لما بلد كله يكون عم بيضحك؟ خصوصا لما كنت عم بقرا وعم نحدد خلال الحلقه صاحب اطول ضحكه بالعالم بلاد شو جيرما اللي ضحك 3 ساعات و6 دقائق نون ستوب. هيدا الزلمه تعرض لمشاكل ماساويه، مرته ماتت من الاتش اي في، بيته راح بالفيضانات والى اخره من مآسي عاشها، اخذ على عاتقه بده يضحك، بده يعلم الناس كيف يضحكوا كرمال يفرغوا الكبت اللي عندهم، وتغيرت حياته لبلاد شو جيرما. نحن بلبنان عنا كل هول اللي مرق فيهم اطول ضحكه بالعالم، يعني الخبره دائما لما واحد بيمرق بكثير مأساة بنشوف مثلا لما بيكون في جو كبت، جو حزين كثير، يعني منلاقي منفذ صغير لحتى تطلع ضحكه وما بنعود فينا نوقفها. مثلا بكثير بتصير بالعزاء مثلا لانه كله جو حزين ومضبوط ومشنج، يعني يمكن بيكونوا اهل الفقيد القريبين منه وبتطلع ضحكه ما بعودوا فيهم يوقفوها. كيف بتغير حياه اللبنانيين اذا كل اللبنانيين عم بيضحكوا؟ بصيروا يشوفوا الاشياء بايجابيه اكثر، الضحك بخلي الانسان يشوف المشاكل او يواجه المشاكل بطريقه اريح، ساعتها بيقدر يلاقي لها الحلول. دائما الايجابيه هي بتعطي اندفاع اكثر، بتخلي الناس عندهم تطلع لبعيد اكثر. شكرا لك ليان. بيقولوا بالدراسات بتقول 10 دقائق من الضحك بتوازي الافاده الصحيه من ساعتين نوم. يعني الليلة قديه المشاهدين راح يناموا بعد الحلقة؟ راح يناموا كتير، بس ما بيناموا لأنه تعبانين، بيناموا لأنه مرتاحين. دكتور مدان كاتاريا بيقول إذا تضحكنا بنصير مبسوطين، مش إذا مبسوطين من الضحك، فلازم نضحك نضلنا على طول مبسوطين. شكرا لك. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.